ومصر الحقيقة بقالنا فترة بنشوف انه في اتجاه تدعيم أو توطيد العلاقات مع بلدان القارة السمراء. الحقيقة أنه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية المائية والري التقى بالسيد صالح هابيمانا سفير رواندا في القاهرة والوفد المرافق ليه. كان حاضر طبعا الاجتماع ده يعني السفير رفيق خليل مستشار وزير الشؤون الخارجية، والجانبين في اللقاء كان عقد يعني يوم الاثنين الماضي تكلموا على التأكيد على قوة العلاقات اللي بتربط بين البلدين وبقى في تعاون في مجال المياه. والحقيقة انه اي حاجة ليها علاقة بملف المياه او تأمين مصر ان شاء الله في المياه والعمل على المصالح المشتركة، انا بعتقد انه ده موضوع في منتهى الأهمية. والفكرة العامة زي ما قلت لحضراتكم توطيد مصر ليها علاقاتها مع القارة السمراء كمان ده مهم جدا. كان في كمان دعوة الحقيقة للوزير للسفير الرواندي والوفد المرافق ليه انهم يشاركوا في اسبوع القاهرة للمياه، ده ان شاء الله هيكون من 14 ل 18 اكتوبر المقبل. خلونا ناخد هاتفيا سعادة الشيخ صالح حبيمانا سفير رواندا في القاهرة. يا اهلا بحضرتك معالي السفير. نشكركم كثيرا. اهلا وسهلا. اولا سعيده تتحدثون اللغه العربيه بطلاقه، هكذا قيل لنا. نحاول بقدر الامكان. يا اهلا وسهلا. معالي السفير، كيف ترى العلاقات بين مصر ورواندا؟ ومن وجهه نظركم كيف نستطيع ان ندعم ونقوم بتوطيد هذه العلاقات في المستقبل القريب؟ اصلا العلاقات بين رواندا ومصر مش علاقات سياسيا او دبلوماسيا، علاقات ربانية، من حيث ان الرحمن بنفسه جعل في الماء كل شيء حي. فالنيل العظيم يبدا من رواندا ويكمل سفره في مصر. هذا دليل على ان العلاقه بين رواندا ومصر علاقه منذ ان خلق الله السماوات والارض وجعل فيها الماء. حدثنا عن اجتماعك مع دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، ما أهم ما جرى من مناقشات؟ وكما ذكرتم الحديث عن المياه طبعا يأتي في المقام الأول، وأعتقد أنه هذا ملف مهم جدا لكلا البلدين. أصلا هذا الوزير العظيم يعتبر هنا في مصر أنه وزير إفريقيا، لأنه مهتم بإفريقيا كثير جدا، ونحن كمان كسفراء نعتز به، خاصة سفراء دول حوض النيل. لذلك كنت محظوظ جدا الاثنين الماضي أن قابلته في الوزارة وجرت ما بيننا المحادثات الطويلة. ومن ضمن الحاجات التي تطرقنا إليها العلاقة الرواندية المصرية خاصة في محافظة الرماة. هذا ما جرى بيني وبين معالي الوزير. الرئيس عبد الفتاح السيسي معالي السفير زار رواندا بالفعل مرتين، اعتقد مره خلال مشاركته في المؤتمر العام الافريقي وكانت ب 2016، وزارها مره اخرى في 2017. يعني كيف ترى دور مصر في قاره افريقيا مع بدايه ولايه الرئيس عبد الفتاح السيسي وفكره ان يزور رواندا مرتين في عامين تقريبا؟ صراحه افريقيا ورواندا بالخصوص نعتز بفخامته. عبد الفتاح أنا سميته فتاح إفريقيا. المصريين وجدوا الإنسان الذي بقدرته وقوته وإدراكه الخاص يعتز بإفريقيا، ويحاول بقدر الإمكان أن يبدأ ويكمل مسيرة جمال عبد الناصر. لذلك عندما يزور رواندا فإنه يزور أخاه فخامة الرئيس بول كاغامي الذي بنفسه يعتز به. وبالمناسبة الآن فخامة الرئيس بول كاغامي ورئيس الاتحاد الإفريقي وبعده مباشرة يأخذ زمام الأمور فخامته عبد الفتاح السيسي. قليلا عن رواندا معالي السفير، واسمح لي أسألك هذا السؤال لأنه أعتقد أنه سؤال يعني الكثيرون يعني يريدون إجابة له. رواندا كانت لفترة طويلة تعرف بأنها بلد الحروب، ويعني أعتذر للكلمة ولكن هكذا كانت توصف بأنها بلد الدماء. تحولت عبر سنوات إلى وجهة السياحة الأولى في إفريقيا،
وأصبحت الآن محط أنظار العالم وتقوم بتنمية حقيقية. في اعتقادك كيف حدث هذا التحول؟ يعني ما هي نقطة السر إذا ما استطعنا أن نقول لهذا التحول في رواندا؟ قبل أن أتطرق إلى نقطة السر، علي أن أشير إلى ما ذكرته، وتختفي وراء العبارات وتخاف أن تقولها. صراحة رواندا عرفت بالمشاكل وبالإبادة والتطهير العرقي، ما يسمى جينوسايد، حيث في سنة 1994 الروانديون قتلوا ما بينهم. تصور الإنسان بأنه يصف نفسه أنه هوتو، يقتل من قبيلة التوتسي، مليون ومئتين وخمسين ألف بشر في 100 يوم. هذا ما عرفنا في رواندا، وعرفت رواندا بهذه المجزرة البشعة. ولكن عندما نرجع إلى كلمة السر، والسر في نجاح الدول، أصلا الرئيس هو الذي يفعل كل شيء. الرئيس هابجريمانا فشل وكره أبناء وطنه، وكره بعض الأقاليم في وطنه، وكره بعض الأديان في وطنه، ومن ثم جاءت المجزرة وأثبت أنه فاشل. ولكن في نفس الوقت الرئيس يفعل كل شيء. جاءنا فخامة الرئيس بول كاغامي، وحد بيننا وقال لا تنتصر على الانتقام إلا بعدم الانتقام، يجب ألا تكون هناك عذراً انتقام. يعني عذراً، هل تعيد العبارة مرة أخرى؟ الانتقام، لا تستطيع أن تنتصر على الانتقام إلا بعدم الانتقام. شعراء، إذا كان هناك انتقام لأن قتل من قبيلة التوتسي مليون وزيادة بشر في 100 يوم، ويأتي قبيلة التوتسي عندما يستولى السلطة ويريد أن يكون وحده في السلطة وينتقم من قبيلة الهوتو، خلاص سنبقى في الانتقامات التي لا تنتهي. صار عندما جاء قال خلاص رواندا للجميع، رواندا للجميع والقبيلة لكل فرد. لذلك كلمة السر حتى في النجاح مصر حاليا، هو أن مصر وجدت الرجل الذي جاء وقال الدين للفرد ومصر للجميع، ومصر للجميع. صار الرئيس هو الذي يفعل كل شيء. الرئيس عندنا هافجريمانا فشل ودمر الوطن، الرئيس كاغامي جاء ونجح وبنى المجتمع كما كما نجح فخامته فخامة عبد الفتاح السيسي. رأس الدولة، رأس الدولة معالي السفير، رأس الدولة عندما يكون صالحا وراغبا في التطهير والتنمية، يعني أعتقد كل الأمور تختلف. وأنت أختي، أظن إن شاء الله ممكن متزوج أو قريبة تتزوج إن شاء الله، وأنت أدرى واحد، عندما تذهب إلى السوق وتريد أن تشتري السمك، ماذا تنظر في السمك؟ صلاحية السمك، أين تنظر؟ أين تنظر أنت عندما تذهب إلى السوق لتشتري السمك؟ يعني أنظر إلى نوع السمك وهل هو يعني جديد، يعني صالح؟ هناك قطعة خاصة في السمك لا تنظر إليها، العينين، الرأس، تنظر إلى الرأس قبل كل شيء، وتفتح الرأس تنظر داخل الرأس. إذا كان السمك داخل الرأس تقول هذا السمك هذا الصالح. نفس الشيء كالدولة، على رأس الدولة إذا كان هناك إنسان فاشل، إنسان لا يحب وطنه، صحيح، إنسان يكره الناس، على الدمار والفشل. السر في هذا هو حصول على إنسان قادر. أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم كل التوفيق. كما ذكرنا معالي السفير الشيخ صالح هابيمانا سفير رواندا بالقاهرة، كما ذكرنا رواندا كانت منذ سنوات ليست بعيدة تعرف، يعني كما أوضحنا، بأنها بلد الحروب، ويعني أضاف حتى سيادة السفير كانت بلد تطهير عرقي، كان في مجازر بتحصل، عائلات بتنتقم من بعضها البعض، وحروب شوارع. النهاردة رواندا أصبحت رقم واحد كسياحة، كوجهة سياحية في إفريقيا. يعني الأمور اختلفت تماما، البلد طهرت نفسها بنفسها، فهي تجربة محترمة جدا الحقيقة، تستحق أن يتم الالتفات إليها. خلونا نروح